السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم من الوحدة 14، الكهرباء الساكنة، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ومفتاح النجاح في يدك بعون الله. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. الشحنة في عملة معدنية، عملة معدنية كتلتها حوالي 5 جرام، وتتكون من 75 من النحاس، 25% من النيكل في المتوسط. تكون كتلة كل مول من ذرات النيكل حوالي 62 جرام. تحتوي كل ذرة نحاس على 29 إلكترون، وتحتوي كل ذرة نيكل على 28 إلكترون. كم كولوم من الشحنة في إلكترونات العملة المعدنية؟ أي مستوى 3، يعني مستوى عالي. نحسب عدد المولات في العملة المعدنية. 5 جرام نضربها بمعامل التحويل اللي هو 1 مول على 62 جرام، وتساوي 0.08 مول. نحسب عدد الذرات في العملة المعدنية باستخدام عدد أفوغادرو اللي هو 6.02 × 10^23 أتوم، يعني ذرة على المول. 0.08 مول ضرب 6.02 × 10^23 أتومز، يعني ذرة على المول، وتساوي 4.85 × 10^22 أتومز، يعني ذرة. متوسط عدد الإلكترونات في كل ذرة من العملة المعدنية 29/75/100 للنحاس زائد 28/25/100 من النيكل، وتساوي 28.75 إلكترون على الأتومز للذرة. نحسب عدد الإلكترونات في العملة 4.85/10^22 أتومز ضرب 28.85 إلكترون على الأتومز الذرة، وتساوي 1.40/10^24 إلكترون. وكل إلكترون يحمل شحنة مقدارها 1.6/60^10^19 كولوم. إذن 1.40/10^24 إلكترون نضربها بمعامل التحويل اللي هو 1.6/10^19 كولوم على 1 إلكترون. إذن هذا يسمى معامل التحويل من إلكترونات إلى كولومات. فالإلكترون مع الإلكترون بيروح، بيكون الجواب 2/10^5 كولوم. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.